وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده. و93 للميلاد يقرأ علينا برواية حفص عن عاصم. ورش عبد الرحمن تقان. تقرأ بي رواية ايش؟ ورش قصر البدن. هذا ورش يا مولانا. كل المشايخ انه ورش. شكرا دكتور، شكرا سيدي، شكرا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ستقرأ بقصر البدل مع فتح ذات الياء. استعن بالله عز وجل وأجب عن السؤال الأول. قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اضغط على الزر، في عندك زر؟ أعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أخي وضح حروفك حتى لا ننقص لك درجات. هل قلت يصوركم ولا يصوركم؟ ما فهمنا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به إنه الحق من ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا كل من عند ربنا وما يتذكر إلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إن في ذلك إنما يتذكر أولو الألباب. أعطيني بعده. اقرأ من قوله تعالى:
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله ما في السماوات وما ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا هو الغني له ما في قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن اقرأ السؤال الثالث وهو من قوله تعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء. وضح يا أخي وضح حروفك رجع. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط اقرأ من قوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا قبل. يا ابني ما عم نفهم عليك، ما عم نفهم. واسأل من أرسلنا. لا لقبلها لقبل. وإنه لذكر. وإنه لذكر. لو سمحت بعد لي هذا الميكروفون يا أخي. أخي بعد لي هذا الميكروفون، ما عاد شفت فمه للأخ، بدي أشوف فمه. الميكروفون الأبيض، الأبيض هذا اللي جبتوه الآن حديثا، هذا أيوة هذا شيله منه. نعم. تفضل. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من واسأل من أرسلنا قبلك من واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما حسبك بارك الله فيك.